السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الحوت، تاريخ الفيديو بتاعك 7 ابريل. 7 ابريل ده تاريخ الفيديو بتاعك. صليلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وكتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. انا جايه لك بطاقة ايجابية، وطول ما في طاقة ايجابية اركن الطاقة السلبية على جنب خالص. عايز اقول لك ان انت قربت من تحقيق هدفك وقربت من تحقيق حلمك، بس هتركز معايا في قراءتك، وطبعا ما تنساش الصلاة على الحبيب واللايك اللي بيرفع الفيديو بتاعك، وباذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. اخر الفيديو هنقول الرسالة بتاعتك. الرسالة بتاعتك باذن الله هتكون جبر خاطر ليك او هتكون طبطبة. اخر الفيديو هنشوف رسالتك. نصلي على الحبيب ونشوف مع بعض برج الحوت الايام دي. بسم الله. برج الحوت، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة، انت عندك طاقة ايجابية الفترة دي بشكل كبير جدا، بس انتوا بتفكروا في حاجات كتيرة جدا، بالكم مشغول باكتر من حاجة، عندكم حاجة بتتحضر لكم، فرحة كبيرة. انتوا في طريق ان انتوا توصلوا لهدف معين، لطريق معين، عندك تحقيق الحلم، تحقيق حاجة جديدة. بسم الله ما شاء الله عليك. يعني انت عندك طريق في بيتك، الطريق ده في قلب بيتك، طرقة، حاجة، يعني في طريق كده في أرض بيتك. المكان ده عايزك تنظفه كويس وتخلي بالك من بيتك كويس جدا. انت هنا عندك كمان طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي ما شاء الله عليك، هيبقى في خروج من محنة، خروج من يأس. في كمان أكتر من هذا بابك، يعني بيتك مشغول بيه الفترة دي. كمان انت عايز تطلع لحاجة جديدة في حياتك، عندك اخ او اخت بيأذوا فيك، بيتكلموا عليك، متعمدين دايما ان هم يجيبوا يعني يجيبوا اخرك كده ويودوك في مشاكل او يوقعوك في مشاكل. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك طاقة جديدة، طاقة مختلفة خالص. الطاقة دي هتكون فتحة خير ليك، او هتكون حد هيدعمك على جميع الاصعد. بس البعض منكم ممكن يكون عليه نذر، لازم توفوا بالنذر اللي عليكم، لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه. في حاجة انتوا نذرتوا بيها وموفيتوش بالوعد بينكم وبين ربنا. عندكم كمان لقاء يخص لقاء شغل، لقصة حياة جديدة، عندك بداية جديدة كمان الفترة دي، هيكون في رزق حلو جدا هيجيلكم، وهيبقى في عوض. عندك اكتر من خطوة، الخطوات دي هتكون ايجابية او هتكون وصول للهدف، وصول للحلم، وصول للطاقة المعينة. الله اعلم. من وقت للتاني بتمروا بالضيق، بتمروا بالخنقة، يعني ممكن تمروا بكسرة اكتر من مرة، بس عندكم تحقيق هدف الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لكم، لو انت عندك طرقة ما بين الحمام والمطبخ، طرقة ما بين اوضة النوم، اي طرقة عندك، خلي بالك من الطرقة دي كويس جدا، علشان خاطر الطرقة دي انت يعني دايما بتحصل كده في حاجة فيها، وانت بتحس انه في حاجة غلط، فعشان كده دايما اقول لك خلي بالك من النقطة دي، وحصن نفسك اول على طول، علشان الطاقات السلبية بتتوزع عليك من مداخل الحمام، فخد بالك من النقطة دي. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك دعم كبير جدا. انت في حد هيعرض عليكم شغل، عمل، هيعرض عليكم حاجات جديدة، وانت هتاخدوا قرار حاسم، وهيبقى في توازن عندكم جديدة، بس بالكم مشغول باكتر من حاجة حاليا. عندك بذل مجهود بشكل كبير جدا، عمال تبذل مجهود، عندكم 2 تعابين في حياتكم، التعابين دول مازالت موجود، عمالين يأذوا فيكم، عمالين يكسروا بخاطرك اكتر من مرة، عايزين يوقعوك بأي طريقة، بس انت بفضل ربنا مستحيل تقع، وهتكون دايما في قمة الازهار وفي قمة العليا. في مكان انت هتروحه، المكان اللي انت هتروحه ده هيكون طاقة ايجابية وهيكون فرج ليك. سمعت اكتر من مرة كلام وجعك، كلام ضايقك، كلام زعلك حتى على نفسك. عندك خبر حلو هتسمعه بعد اكتمال الموضوع اللي بالك مشغول بيه وبتفكر فيه في حياتك. البعض منكم عنده علاقة تانية او طرف تالت، الطرف التالت ده هيخرج من حياتك او هيطلع بره خالص، عشان كده انت عندك مشاكل بينك وبين الشريك. كمان الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليك هيبقى فيه يعني مش يعني قرار كده انت هتاخده، القرار ده هتبدأ تحدد بيه مصير حياتك الفترة اللي جاية، او هتبدأ تسد جزء من الديون اللي عليك. انت عليك ديون حاليا،
او عليك بعض المال اللي عليك، ناوي تطلعه، ناوي تطلع المال اللي عليك، ناوي تعمل حاجات جديدة، ناوي تبص لطريق الخير ليك، الله اعلم. عندك بشرة، والبشرة دي خير ليك في الطريق اللي انت فيه حاليا. مين الشخص اللي غايب عنك بقاله مدة وانت مشتاق له ونفسك تكلمه، نفسك ان يكون في كلام بينكم، انت مشتاق له باي طريقة، فانت عندك رجوع لحد غايب عنك. كمان خروجك من الطاقة السلبية، في اكتر من موضوع حاليا متفتح قدامك وانت مش عارف تاخد قرار ولا عارف تبدأ ازاي في المواضيع دي. اقدر ابشركم كمان باحتفال بخروج حد من حياتك او باحتفال مولود جديد. كمان انت هنا تعبان جدا ومحتاج ترتاح، محتاج تاخد راحتك في النوم، تاخد وضعك، تاخد استقرارك بنفسك. مريت بأسوأ ايام حياتك، كانت الامور في تنازل دايما، ما كانش في تحسن، بس بسبب دعوات الست اللي عندك ده ربك هينصرك على من عداك. هنا كمان ربك هيهون عليك كسرة القلب وهتعدي على خير الصدمة اللي انت واخدها، وربك كبير جدا. انت في طريق سفر او في طريق بداية جديدة، في ريان فتح عندك، فتحة خير بإذن الله. انت دايما بتبذل اقصى مجهود لتوصل للهدف، بس عندك اليومين دول حرفيا خافي مشاعرك، خافي كلامك عن الحب، خافي اوجاعك عن الحب، خافي حاجات كتيرة جدا تخص الحب، وساكت وكاتم، مش عايز تبوح بأي حاجة من ناحية الحب خالص، علشان حصل عندك أكتر من موقف غريب في حياتك، فبيبقى حاسس إن الحب ده أنت مش عايزه خالص في حياتك. دايما بتشوف الأسماك، دايما بتشوف حاجات تدل على الرزق في المنام، وده خير برضو ليك. عندك تساقط شعر، عندكم قولون عصبي، وده من العصبية اللي انتوا فيها، صداع، وجع في الجسم، دايما حاسين بتنغزة في قلبكم، بدوخة بتجيلكم بكده، باسترخاء في الجسم، حاسين بحاجات غريبة جدا، وده بيدل ان انتوا عليكم عيون كبيرة جدا من حياتكم. البعض منكم بيحلم بكوابيس، بيحلم بحاجات بيشربها، بيحلم بنمل، بيحلم يعني كل واحد ليه احلام معينة، بس انتوا وشكم الدبلان والاصفر والسواد اللي تحت العين ده بيدل ان انتوا عندكم وسواس رهيب في حياتكم. الوسواس ده عامل لكم اكتر من حاجة ازياكم، وانتوا عشان كده بتحاولوا تتوازن، يبقى في توازن في حياتكم العاطفية، بس انتوا عندكم خلاف بينك وما بين الشريك، خلاف بينك وما بين حد الله اعلم، بس في خلاف كبير بينكم وبين حد. وعشان كده دايما اقول لكم او انصحكم بمعنى صح ان انتوا تكونوا هاديين وتتعاملوا في الحياة بشكل مختلف او بشكل ايجابي. ليه؟ علشان الطاقة السلبية، انتوا مش محتاجين طاقات سلبية اصلا، انتوا دايما بتسحبوا الطاقات السلبية من الناس، فانت عندك انتصار حلو هيغير كذا حاجة في حياتك. وعايز اقول لك كمان ان انت هنا هيجي لك خبر، الخبر ده لو انت ما اتكلمتش عنه، او فرصة او عرض انت ما اتكلمتش عنه، هيكمل على خير. اما لو انت بحت عنه واتكلمت، صدقني مش هيتم، وساعتها الندم، انت اللي هتندم على الموضوع ده. بالك مشغول ودايما بتفكر في حاجات كتيرة جدا، بتحب تساعد الناس بس ما فيش حد بيساعدك خالص، طول الوقت عصبية، طول الوقت تفكير 24 ساعة. خلي بالك انت محسود من المقربين اللي عليك، المقربين اللي جنبك، اللي عارفين عنك كل حاجة، قلبك طيب جدا وحساس بطريقة كبيرة، وعشان كده بتكشف الناس كلها اللي قدامها، اللي قدامك بتكشفهم على طول، او بتعرف ان الاشخاص دول فعلا كذابين منافقين. يعني ما شاء الله عليك روحانياتك عالية بشكل كبير جدا. عندك خطوة جديدة او خطوة مهمة، الخطوة دي هتعزز من ثقتك بنفسك، وهترفعك لدرجة كبيرة جدا. وخلي بالك دايما من التسرع، وان انت تحكم على الشخص اللي في حياتك من غير ما تعرف ظروفه. انت دايما منتظر بحاجات كبيرة جدا، منتظر كذا حاجة، فانت هنا فقدت برضو شخص غالي عليك. الشخص ده انت نفسك تسمع صوته او نفسك تكلمه، نفسك تبوح له عن اللي جواك، بس الشخص ده بعيد عن حياتك. عندك طاقة من الكسل والخمول بتجيلك من وقت للتاني في كذا حاجة، خد بالك دايما، ويعني تكون حريص ان انت تحتفظ بحاجتك، وتخلي بقى ان محدش ياخد منك حاجة. عندك خبر، والخبر ده متعلق بمشكلة او في مشكلة قدامك وانت عايز تحلها بكل الطرق، ففي فرحة من بعد الحزن الطويل اللي انت اخد مدة كبيرة جدا في حياتك، وهيبقى في طاقة جديدة ليك انت هتبقى مبسوط بيها قوي، علشان انت طال انتظارك. مين الشخص اللي عايز يدخل في حياتك باي طريقة، والشخص ده متعمد ان هو يدخل في حياتك بكل الطرق؟ في حاجة انت برضو شاكك فيها، الحاجة اللي انت شاكك فيها دي قاعد وساكت، وعايز يعني عايز توصل للهدف بأي طريقة بسبب الشك اللي عندك. اكتر من مرة في كلام اتحط قال عندكم، اكتر من مرة انتم بدأتوا تتكلموا بشكل حاجة معين،
في مشروع حلو جدا هيفرحكم، او في مصلحة ليكم انتوا هتكون حلوة، في عرض حد هيعرضه عليكم وهتكونوا مبسوطين جدا بالعرض ده. المشروع اللي عندك ده هيكون نجاح، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده هيكون ايجابي ليك. مين الشخص اللي عندك؟ عنده خشونة في الركبة، عنده ألم في الظهر، عنده شوية تعب، ان شاء الله بإذن الله في الوقت المناسب ربنا هيشفيه وهيبعد عنه اي طاقة هو بيمر بيها. عندكم حد، يعني الحد اللي عندكم ده اذا كانت اخت او اخ، في حد منهم ماشي في طريق مش خير وانتوا ده بتحذروه، او انتوا هتكتشفوا هتحذروه ومش هيسمع كلامكم ولا هيهتم باللي انتوا بيه، بس انتوا هتعملوا اللي عليكم وهتقولوا احنا فوضنا امرنا لله. في حد كان متعمد يعرفكم علشان مصلحته، علشان خاطر يعني يعرفكم علشان مصلحة ليكم او علشان يسحب منكم فلوس الله اعلم، ولما عرف ان انتم يعني مش هتدوه حاجة او مش هتديها حاجة الله اعلم، بعد عنكم بشكل كبير جدا، وانتم قررتوا ان انتم ما تتعاملوش مع الناس دي تاني. لو انتم يعني عايزاكم يعني تعملوا ايه، تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، تطلعوا عرضوا نفسكم للطاقات الايجابية، عرضوا لنفسكم لأي حاجة تفرحكم، ابعدوا عن أي طاقة سلبية تتحكم فيكم. الطاقات السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا اللي بتتعبوا. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. رقم 8 ورقم 7 ده مميزين جدا بالنسبة لكم، الأرقام دي بتجيب لكم الطاقة الإيجابية، بتجيب لكم الفرحة اللي طال انتظارها ليكم. انتوا عندكم أكتر من خبر مستنيين تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة مستنيين تبقى فيه أمور حلوة في حياتكم، بس دايما بتجيلكم حالة وتختفي. يعني ممكن تجيلكم تصحوا الصبح تلاقوا في علامات غريبة في جسمكم، في حاجة غريبة في حياتكم، مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس انتوا في كذا حاجة يعني مصممين عليها ان انتوا تطلعوا. عندكم هنا حماس خارقي، حماس قوي جدا. في مكان كده انتوا ما بتحبوش تزوروه او ما بتحبوش تروح عنده، المكان ده مش عايزين تشوفوه اصلا، مؤثر عليكم بشكل كبير جدا. البعض منكم بيشتكي من سنان، بيشتكي من انه لسه ملتهبة، بيشتكي كده من شوية اوجاع في جسمه، بس عايز يطلع من اللي هو فيه وعايز يقرر على النجاح في حياته. عندك اموال، الاموال دي قديمة ليك، هيبقى فيها خير ليك انت، ومعنى اصح هيكون في بشرة، والبشرة دي هتكون انت فرحان بيها قوي، وهيكون عندك طاقة ايجابية. عندك شخص بيراقبك، الشخص اللي بيراقبك ده من بعيد خلي بالك منه، كون حريص ان هو عمال يراقب فيك، عايز يأذيك، عايز يرجع لك، عايز يفتح معاك مواضيع، بس انت ما بقاش ليك نفس حتى لعتاب. يعني انت ممكن تكون عندك عتاب بس انت مش عايز تعاتب حد، لا عايز تتكلم معنى اصح مع حد بسبب اللي انت شفته وبسبب اللي وقع عليك منهم، فقررت ان انت تحتفظ بخصوصياتك وما تتكلمش عن اي حاجه او تبوح باي حاجه. لو في حد عندك زي ما قلت لك من الاخوات فهو عايز يتفق عليك عشان ياكل حقك، او انت ليك حق بعد كده تتكلم فيه، فمش هيقول لك انت مالكش حاجه والكلام اللي انت دايما بتسمعه. انت هنا واقع في مشكلة، والمشكلة دي بتفكر فيها ازاي تتخلص منها. مشكلتك هتتحل بإذن الله طول ما انت عندك ثقة بالله، فما تقلقش خالص، انت راسك من فوق مرفوعة دايما، وعشان كده هيكون عندك انفراجة بخصوص ماديات او بخصوص حاجة انت بتمر بيها. وهيبقى فيه مكالمة، بس ليه بتجيلك مزالة النغزة اللي بتجيلك في الصدر دي من وقت للتاني؟ عايزك تستغل ايامك كلها الفترة اللي جاية لصالحك، عايزك تستغل اي حاجة في حياتك. انت هنا يعني في علاقة حب بينك وما بين حد، في حد بيحبك وانت بتحبه، لكن في طرف تاني انت ما تعرفوش بس دايما حاطك في دماغه، عايز يكسر بخاطرك، عايز يأذيك، فانت ما تديش الفرصة لحد، واهتم على قدر ما تستطيع بالشريك وحاول ان انت تضمه لحياتك تاني. في نظام، انت في نظام حياتك ده هيتغير بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لك انت في حاجات هتتغير عندك للاحسن باذن الله بشكل كبير. ليه؟ علشان انت ناوي تتغير. كمان انت هنا يعني في شخص، يعني ما تخليش شخص كده يأذيك، ما تخليش كرهك لشخص يخليك تكره الدنيا كلها، ده غلط. ساعد نفسك ان انت تخرج من حالة اليأس وتطلع من حالة الظلم علشان
تبني حياتك بشكل كبير. اما طول ما انت منتظر، طول ما انت مستني، طول ما انت مش عارفة مش عارف مش عارف، هتلاقي كل اللي حواليك بدأ ان انت تغلط. انت عندك اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية، عندك اكتر من حاجة بتخليك كده بشكل كبير، بتخليك احسن من حاجات كتيرة جدا. فلازم تشوف ايه المراحل اللي انت عايز تشتغل عليها وتشتغل. عندك ممكن يكون نقلة لعمل جديد، تغيير في سكن، تغيير في تفكير. لا، هتثبت وجودك، هتكافح على قد ما هتكافح، بس هتثبت وجودك. ايه الحاجة اللي انت مقصر فيها او في تقصير بينك وما بين نفسك، بينك وما بين حد، في تقصير عندك وانت بتحاول ان انت تستعيد حياتك بشكل كبير جدا. البعض منكم عنده استلام رسالة غريبة، استلام عودة مكان، استلام ناس جديدة، الله اعلم. بس في عندك استلام ورقة، في رجوع لشخص غايب بقاله مدة كبيرة. ستر ربنا عليك بيكون بركة وبيكون رزق ليك. وعشان كده البعض منكم شغال في عقارات، البعض منكم قلبه هيدق من جديد، البعض منكم هيكون منصور بإذن الله. وطريق السفر اللي هيكون قدامك ده هيكون خير ليك قوي، وهتحاول ان انت تبص لنفسك بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب. وزي ما قلت لك، المفاجأة اللي هتحصل عندك دي هتغير حتى حساباتك بشكل كبير جدا. في عمل هنا هيرفع من شأنك او شهرة، او هيبقى علاقة حب جديدة، الله اعلم. بس في حاجات هتشهرك وفي حاجات هتاخد فيها قرار. البعض منكم داخل في مشروع شاغل باله طول الوقت، بيفكر فيه طول الوقت، يعني حاطط دماغه فيه، عايز ينجح، عايز يعافر، عايز يطلع من اي طاقة سلبية. شوية الارهاق والكسل اللي بيظهروا على ملامحك دول هيكونوا ده من ادق العمل اللي انت عمال تبذله. عندك اوراق تايهة منك، اوراق بتدور عليها، اوراق هتفتكرها هتقوم تدور عليها. في حاجات عندك هتخليك تعود نشاطك مرة تانية وتستعيد مهاراتك وثقتك بنفسك، وهتربح بعض المشاريع، هتربح بعض القضايا، هيبقى في مكسب حلو علشان عندك بداية جديدة ليك. انت بس محتاج الصبر ومحتاج ثقتك بنفسك تزيد. في كمان هنا حد هيتصل بيك، هيرفع عليك التليفون وهيطلب منك حاجة، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجة معينة. مين الشخص اللي من نفس برجك؟ الشخص ده غايب عنك، وفي بينك وما بينه اللقاء الفترة اللي جاية، وهيبقى في أمور كده، أو هيبقى في حد جديد في حياتك. دقيت على باب والباب ده مازال مغلق، بس هيتفتح في الوقت المناسب، وهتعرف قد إيه إن ربنا كريم عليك. في شوية تقلبات، في شوية مشاحنات، في شوية حاجات مأثرة عليك وعلى قلبك ومخليك كاره أي حاجة تخص الحب. وفي موقف بيتكرر معاك بشكل كبير، وانت عايز تفسر الموقف ده، حلم، إشارة، حاجة معينة بتتكرر معاك أكتر من مرة، وانت عايز تفسر الموضوع ده بأي طريقة، عايز تشوف فيه ايه، عايز ايه اللي بيحصل. يعني بتسأل نفسك أكتر من سؤال. فانت مقرر تشتغل ومقرر تعافر وبترمي ورا ظهرك، واكتر حاجة بتعملها الفترة دي بتصفي حساباتك مع اصدقاء، مع احباب، مع ناس كتيرة جدا، وبتحاول تستحلى بالهدوء وبالصبر، وبتحاول ترمي ورا ظهرك اي حاجة خطيرة في حياتك. وفي كمان تجهيز اوراق، ممكن كتب كتاب، ممكن سفر، ممكن شراء، ممكن بيع، الله اعلم. في ورق عندك هتجري فيه الفترة دي، وهيبقى فيه طاقة ايجابية. وعايز اقول لك ان في حد هيقول لك الف مبروك، الله اعلم الف مبروك على ايه، بس على حاجة هتفرحك قوي الفترة دي، او هتبقى ليك طاقة ايجابية ليك انت، علشان انت فعلا مهموم الفترة دي. في خلاف بينك وما بين صديق، او بينك وما بين حد ليك انت. الخلاف ده كان من فترة في الماضي، وهتبدأ صفحة جديدة، وان شاء الله بإذن الله علاقتكم ممكن تعود، لو يعني للصلح، وهيبقى فيه خير. دايما الاهل مركزين معاكم جدا الفترة دي، وانت بتحاول انت تتخلص، بس بتيجي لك ضيق وبيجي لك فصلان من كل حاجة. عندك محادثة بينك وما بين حد طويلة، المحادثة دي لازم تتجنبها ولازم تمسحها، وما تقدرش كل شوية تمسك التليفون وتبص عليها. في هنا كمان يعني حد، الحد ده دايما بيدعي لك في الخير، وانت عارفه كويس جدا، عارفه ان هو بيحبك ودايما عايز مصلحتك، بس انت ما بقيتش شايف مين بيحبك ومين عايز مصلحتك بسبب اللي انت فيه، او بسبب بمعنى اصح اللي انت مريت بيه. انت مريت بحاجات اكتر
حاجات كتيرة جدا تعبتك، حاجات كتيرة جدا خذلتك، ما كنتش متوقع ابدا انه يحصل لك كده. فالفترة دي انت زي ما قلت لك مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا، عندك هدية بعد خطوتين، حالتك النفسية هتتحسن لصالحك انت، بعد بفضل ربنا هتطلع من حالة الاكتئاب والخذلان، في حد قريب منك هتعرف قد ايه هيحصل موقف وهيظهروا لك على حقيقته، وهتعرف قد ايه ان الشخص ده اصلا يعني كان حاجة غلط في حياتك. في هنا بشرة خير، بشرة خير دي هتكون بسبب ورق حكومية او بسبب حاجة جديدة، بس دايما اقولك ان انت تعبان من كل حاجة حواليك، وبالك مشغول طول الوقت جدا وحيران ومش عارف تاخد قرار زي ما قلتلك، ولا عارف تفكر ازاي، تعبان مضغوط حيران قلبك مكسور، عشان كده الفترة اللي جاية هيبقى فيه اختبارات ليك انت قوية جدا. ودايما تحصن نفسك من اي حاجة مؤثرة عليك. في توتر في العلاقة بينك وما بين شخص بسبب المال، او بسبب قلة ان هو ما بيتكلمش، او بسبب ان هو ما بيحكيش، ما بيبوحش عن اللي جواه، وانت ما بتحبش كده خالص، انت بتحب الشخص الرومانسي، الشخص العاطفي اللي دايما تكون نيته بيضاء، اللي يتعامل بما يرضي الله. وطول ما انت مش شايف الحاجات دي انت بتسكت وما بتتكلمش وما بتتعاملش اصلا مع الناس دي. فدايما اقول لكم ان انتوا تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، ودايما في اختلاف عندكم في اكتر من حاجة، فانتوا منتظرين كذا حاجة تحصل عندكم، والانتظار ده هيكون طاقة خير ليكم او طاقة فرحة. بس في كلام انتوا سمعتوه مازال موشوش عليكم، مازال الكلام ده يعني انتوا بتحاولوا يعني بتفكروا في الكلام ده، انتوا في حاجة ازياكم الله اعلم. نيتكم دايما صافية وقلبكم ابيض، ودايما كده بتتعاملوا بما يرضي الله، بس عندك حدوث اشياء جديدة ليك، وحدوث الاشياء دي هتخليك توفي بالنذر اللي عليك، وهتخليك تحسبها بالورقة او القلم بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان انت مش هتكون زي الاول خالص. وزي ما قلت لك حالتك النفسية هتتحسن جدا. انت حصل عندك فشل في علاقة اكتر من مرة، فشل في موضوع اكتر من مرة، في حاجة عندك حصل فيها فشل اكتر من مرة الفترة دي، فانت مش عارف تعمل ايه ولا حتى تبدأ ازاي. عندك بشرة بخصوص حاجة سريعة هتحصل لك، وهيبقى عندك ربك كريم جدا. والقلق والتوتر والحيرة اللي عندك والتفكير اللي طول الوقت ده والحسد الشديد هتطلع منه وهترميه ورا ظهرك، وان شاء الله بإذن الله مش هتعود له تاني. ليه؟ علشان انت ما بقتش ناقص، انت اللي فيك مكفيك، بس مشكلتك ان انت محدش حاسس بيك خالص. والخلاف اللي بينك وبين حد ده انت ما تحكمش على حد غير لما تعرف فعلا ان هو بيكرهك، او تعرف فعلا ان هو شخص مش حبيب لك الخير. هتعود علاقاتك، هتعود حياتك بشكل كبير، هتتخلص من اي طاقة سلبية، وفي خلال حبة وقت هيبقى في مكالمة هتفرحك، وهتعود برضو الثقة بالنفس من جديد، وهتحسن وهتعزز نفسك بنفسك، محدش هيقف معاك، انت هتعود ضحكتك على نفسك، هتشتري زي ما قلت لك الحاجة اللي انت بتحبها، والحاجة اللي هي هتفرحك مش هتفرح الاخرين. انت مبقتش عايز حاجة من حد، ولا بقيت مستني حاجة من حد، وعشان كده انت الفترة دي هتخلف مع ناس كتيرة جدا، وهتبعدهم عن حياتك. وزي ما قلت لك هتعالج الحسد الشديد اللي عندك، انت من وقت للتاني عندك نسيان رهيب جدا، بتنسى، وضيق في التنفس، وقلة ارهاق، يعني ارهاق كده، واحيانا بيجي لك الم في شكل بحاجات كتيره جدا. دايما مميز بالجمال، مميز بالطاقه الايجابيه، مميز بالاخبار الحلوه كده، بتدخل المكان بتثبت وجودك بشكل كبير جدا، وعشان كده بيغيروا منك وحاقدين عليك وكارهين لك الخير، وكارهين لك ان انت تكون فيك طاقة، فيك حاجة، فيك أي حاجة كارهين لك الخير الإيجابية. وعشان كده أنت بتقول يا رب أنا محتاج لك، لازم تقف معايا ولازم تساعدني في كل حاجة، إيدك مرفوعة لفوق بشكل كبير جدا، رافعها كده وبتقول يا رب أنا محتاج لك، فياريت تقف جنبي، أنا مليش حد غيرك. ونشوف بقى رسالتك القوية، ولعلها تكون رسالتك كلها إيجابية. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونختار الورقة دي. بسم الله، ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون كله لك بإذن الله، فرحة يحكي عنها الجميع والحظ ليك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. نختار برضو ورقة تانية، احنا مش هنستكفي بورقة واحدة، ونختار الورقة دي اللي قدامنا على طول.
ونقول ان انت لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما تريده، وسيتغير حالك الى الافضل باذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الرسالتين بتاعتك اقوى من بعض، شكلك انت ليك امنيه كبيره جدا عايز تتحقق. ادعي ربنا بقدر المستطاع ان يبشرك بالخير ويكرمك من حيث لا تحتسب. تحياتي ليك واتمنى لك الخير. انزل وادعم الفيديو باللايك الحلو وبالتعليق الجميل.